المراية المكسورة. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من المراية المكسورة، معكم أنا هاني المهندس. ونظرا لخصوصية أصحاب القصص حيتم تغيير الأسماء، وقصتنا اليوم هي قصة اللوحة المسكونة. وصاحب هذه القصة بيتحدث عن لوحة فيها نشاط غريب وخارق للطبيعة. يقول شون إنه جدته تحتفظ بلوحة في علية بيتها من 25 سنة، مرسوم عليها صورة راجل يصرخ، ومنعتهم من الاقتراب من هذه اللوحة، وحسب كلامها إنه ساكن فيها شيطان شرير ومؤذي، لأنها لما كانت تعلقها في جدار الصالة كانت تشوف كيان أسود لراجل يمشي في كل أنحاء البيت، وتسمع أصوات غريبة وبكاء من غير ما تعرف مصدر هذه الأصوات. وقالت لهم الجدة إنه رسام هذه اللوحة خلط دمه مع الألوان الزيتية اللي رسم فيها هذه اللوحة، ومات فجأة بمجرد ما انتهى من رسمها. بعد وفاة الجدة أخذت أسرة شون اللوحة وحطوها في قبو بيتهم، ولكن بعد وقت من امتلاك اللوحة بدأ أفراد الأسرة في رؤية شخصية الرجل الأسود بعد منتصف الليل، وكمان بدأوا يسمعوا أصوات نحيب غريبة ما يعرفوا من فين جاية. ولكن لأنه أفراد الأسرة ما كانوا يؤمنوا ولا يصدقوا بالأمور الخارقة للطبيعة، الغريب أنهم حافظوا على اللوحة داخل قبو البيت. وبعد مرور 3 أسابيع زادت أصوات البكاء، وحتى شون شاف كيان الرجل المظلم واقف جنب سريره بعد منتصف الليل وبيطالع فيه. يقول إنه راجل في منتصف العمر وكان ملامحه غير واضحة. بالرغم من اللي شافه شون ولسه غير مقتنع بفكرة الجن والشياطين والكيانات الماورائية، قرر إنه ينقل اللوحة ويعلقها بغرفته. وبالرغم من إنه كان يحس بشوية خوف لكنه ما تراجع عن قراره، وحط اللوحة في غرفته وحط كمان قدامها كاميرا عشان يكتشف سر هذه اللوحة والسبب الحقيقي وراء هذا الكيان والإزعاج اللي يعتقد إنها بتصدر من اللوحة. قعدت الكاميرا حقت شون تسجل لمدة 3 ليالي من الساعة 1 وحتى 5 صباحا. سجلت الكاميرا الأصوات المعتادة، ولكن في الليلة الثانية في حوالي الساعة 3:15 صباحا سقطت اللوحة فجأة على الأرض، وبعدها على طول مباشرة ظهر ما يشبه العين فوق اللوحة، وكمان ظهر ضباب فوق اللوحة وكأنها صارت محاطة فجأة بالدخان، ولكن هذا الدخان اختفى فجأة كما ظهر. رجع شون اللوحة للقبو، وبعد 2 سنين نقل مع والديه لبيت ثاني وأخذ اللوحة معه. وبعد عدة أيام في البيت الجديد برضو بدأت أصوات البكاء والنحيب ترجع من أول وجديد، وهي نفس الأصوات اللي سمعوها قبل كده. قرر شون إنه يتصل بمجموعة وظيفتها البحث والكشف عن الظواهر الخارقة في أوروبا، وهم جون بلاك بير وإيان لومان. قرر بلاك بير ولومان إنهم يأخذوا اللوحة المكان يعتقد إنه من أكثر الأماكن اللي فيها نشاط خارق للطبيعة، وهي قلعة مهجورة معروفة عندهم، ومعاهم المجموعة اللي تعمل معاهم. وفي مساء يوم 18 مايو عام 2013 وفي الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، كانت المجموعة تجلس في القلعة حول اللوحة، وقام بلاك بير بعمل بعض الطقوس. يقول شون بعدها ظهر طيف أو كيان كبير مظلم حول اللوحة، وبهذا الوقت طاح مقعد خشبي كبير وطاح على الأرض من تلقاء نفسه، بعد ما وجه بلاك بير عدة أسئلة للوحة. ويقول شون إنه كان في 20 شاهد على الأقل على هذا الحدث، وإنها كانت أغرب تجربة مر بيها. أما بلاك بير فأكد إنه اللوحة تحتوي على نشاط غير عادي وقوي. قرر شون ترك اللوحة في القلعة المهجورة ورجع البيت، وحس إنه إن شاء الله كل الأمور بتكون تمام،
ولكن بعد منتصف الليل سمع نفس أصوات البكاء والنحيب جاية من ناحية القبو، وبرجل متثاقلة قرر ينزل القبو وفتح الباب عشان يلاقي اللوحة بانتظاره. المراية المكسورة.